يا اهلا بكل حضراتكم في تاني فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي. عندي ليكم عنوان، والعنوان بيقول انهت السباحه المصريه مشاركتها في اولمبياد طوكيو. اعتقد العنوان ده جدير جدا بان احنا نتوقف امامه، نتامله، والاهم نحلله. عايزين نتكلم عن نتائج البعثه المصريه في السباحه اللي شاركت في اولمبياد طوكيو، وهنتكلم عن انجازاتها، وهنتكلم عن الاخفاقات، والاهم هنتكلم عن ان احنا ازاي نأهل نفسنا ان احنا يبقى وضعنا احسن بكتير مما هو عليه في مشاركاتنا الاولمبيه القادمه ان شاء الله. هنتكلم في كل التفاصيل دي مع كابتن عمرو مصطفى عبد القادر، وهو مدير فني قطاع الناشئين في السباحه بالنادي الاهلي بفرع الشيخ زايد. صباح الفل يا كابتن، اهلا بيك. صباح الفل كابتن عمرو، وهنخش على سؤال ساخن على طول، معلش، وعايزين اجابه يعني صريحه. هل نقدر نقول ان اللعيبه اتظلمت في الاولمبياد، سواء من مثلا الجمهور او مثلا من اتحاد اللعبه؟ يعني لو احنا هنسالها كده احسن. لا، انا مش هقول اتظلمت ولا حاجه، بس هو الجمهور يعني توقعاته دايما عاليه، فهو اي نتائج مش على هواء بيبتدي يهاجم على طول. بس هي ما ظلمتش قوي يعني، لان في سباحين عملوا نتائج كويسه جدا. هو الجمهور بيهاجم حبا، خلينا بس نبقى في البدايه نسيق الكلام. هو نفسه المنتخب المصري في اي رياضه يكسب، بيبقى عنده طموح، عنده امال، ولكن ممكن يكون اللي بيحصل ان احنا ما بنوصلش بيزعلنا، صح كده؟ دي النقطه. النقطه الثانيه بقى اللي حضرتك دلوقتي هتتكلم فيها، طب ليه؟ يعني ليه ده حصل اصلا؟ اولا البطوله دي، الاولمبيه دي اتاجلت كذا مره لدواعي الكورونا والكلام ده. السباحين دول كانوا عايشين في امريكا وبيدرسوا، وظروفهم برضو مش قاعدين مرفهين، لا دول بيدرسوا، وفي ناس بتشتغل معاهم. كلهم كانوا في امريكا يا كابتن؟ الكل. اوكي. وهم رجعوا في شهر 4 في الكورونا، طبعا القياده السياسيه مشكوره رجعت الولاد في الازمه الجباره اللي كانت فيها العالم دي. فدول قعدوا من شهر 4 لغايه شهر 11 12 لغايه شهر 1، في ناس سافرت كده بدون تمرين زي اللي كانوا بيتمرنوه. طب ما هو كان في الخارج ده مش حاصل برضو ان في توقف للتمرينات بسبب في بلدي؟ لا يعني انت حضرتك لما تفتح لي حمام هنا انا اروح اتمرن فيه، مش نفس التمرين والضغط اللي انا كنت شغال فيه. لا مش، معلش انا مش فاهماها يا كابتن، يعني في الخارج كانوا بيتمرنوا؟ لان حسب اللي انا اعرفه كمان كان الوضع هناك الأولمبية مش، بس اللي كان صدر ان اللعيبه الاولمبيه اللي عندها داخله الاولمبياد سيدني سوري طوكيو هي اللي هتتمرن. وده كان حاصل في امريكا وفي مصر. اوكي. بس انا مش عايش هناك مع المدرب، انا عايش هنا. بيبعت لي تمرين حاضر اعمله، الحمامات بتقفل، البلد بتقفل الساعه كام، في ظروف خارجه عن ارادتي كلاعب، فدي ظروف مقصره. ان انا ارجع في 8 اشهر ارجع لمستواي اللي بتحضر له المفروض من 4 سنين، مش حاجه سهله. هو احنا عندنا كام سباح شارك يا كابتن؟ اربعه في سباقات مختلفه. اوكي. وهل يعني انهاء فريق السباحه مهمته في الاولمبياد كان صادم بالنسبه لك، مفاجئ، ولا بالعكس كنت مش بقى صادم قوي؟ يعني في نتائج كويسه. احنا ليه نبص دايما لنص الكوبايه الفاضي؟ ما نبص للحته المليانه اللي هي مروان القماش ال 14 وال 16 في الاولمبياد، النجم الصاعد الجديد يوسف رمضان ال 16 وكان رقمه في التصفيات يطلعه ال 14 وهو بس على شويه في النهائي في السيمي فاينل، لكن هو في حاجات كويسه. لكن احنا لو اتكلمنا مثلا على فريده دي ثالث اولمبياد ليها، دي حاجه مفخره لينا. بس ما كانتش بتلعب كمان المسافه بتاعتها، يعني هي مسافتها 50، هي كانت بتلعب 100 تقريبا. 50 فراشه مش موجوده في الاولمبياد. بالظبط. هي ثالث عالم في ال 50 فراشه. فاحنا كشعب احنا محتاجينها كمصر. طبعا. ما ينفعش نرضي عليها، وبعدين هي اللي بتدي الامل زي كابتن راني علواني كده. ما بقى في امل لفريده تطلع، فهي هتدي الامل للي بعدها. اللاعبات اللي بعدها. صحيح. ما يبقاش رجال بس، هيبقى في بنات عايزه تسافر كمان. فده يعني الهجوم في الحته دي ما كانش جانب التوفيق يعني، لان السباحين دي بتتعب جدا يعني، مرن 3 ايام في الاسبوع في اليوم، بتشتغل وبتدرس، وفي ناس اللي معاه مقدره ماليه ما بيشتغلش، بيدرس بس وبيتمرن. طب احنا ايه اللي ناقص سباحينا عشان يوصلوا لمرحله التتويج ويقفوا على منصات التتويج الاولمبيه او البطولات الدوليه بشكل عام؟ ده كلام كويس. عشان اقدر اعمل كده في حاجات برضو كتيره محتاجها.
يعني محتاج ان في يبقى لايف كوتش مع اللعيبه دي. يعني زي ما حصل الهجوم ده كان واحد اللايف كوتش يقعد معاه ويأهله نفسيا انه ما يخرجش بره تركيزه بره البطوله. ان في التمرين بيحصل له حاله زهق، حاله تعب، حاله الكلام ده. ده زي ما في الكوره وكده في كل الرياضات لازم يكون في لايف كوتش ان هو يشجعه دايما ما يخرجش بره الهدف اللي هو عايزه. طب واتحاد اللعبه ما عملش ده ليه؟ ما كانش موفر ليه؟ دي على الاتحاد على قد الامكانيات اللي عنده قدر يعمل كل حاجه. الامكانيات اللي هي معلش برضو عشان الناس تبقى فاهمه، المصدر بتاعها بيكون وزاره الشباب والرياضه ولا الاتحاد ليه الدخل بتاعه هو بيجيبه؟ انا مش هقدر اقولها لاني ما اعرفهاش. بس هو انا شايف انا يعني قايل نقط كده ان دي حاجه من الحاجات اللي سبونسر كتير للالعاب الفرديه الجامعه مش بتكلم على السباحه بس. يعني السبونسر قليل كتر خيرهم طبعا بس السبونسر قليل. الدكتور تغذيه باللي هي التغذيه المكمله يعني دي حاجه مهمه جدا بدل ما اللعيب بياخد حاجات وبعدين تطلع في الاخر منشطات طبعا فيبقى ماشي مع سيستم. سو كان موضوع المنشطات ده كان بياخد ده المفروض ان هي ما كانش معروف انها منشطات ولكن اكتشفوا يعني فيها انا بشتغل عشوائي لكن يعني انا لو معايا دكتور تغذيه بيديني مكملات غذائيه صح عشان تساعدني ان انا ابذل مجهود جامد في التمرين ده هيساعدني. لو انا بشتغل عشوائي مندهشين من ايه بقى لما تبقى ان محصله النتيجه او النتيجه النهائيه مش مرضيه؟ مش اتحادات او كده ده الخطا هنا من اللاعب اللي هو بيحاول يجتهد. مش هقول غلط بس هو بيحاول يجتهد. ما هو بيجتهد عشان مش لاقي سيستم يعيش بموجبه او يتمرن في اطار. ما علشان انا اوفر ده محتاج امكانيات. يعني هل الدكتور ده مش هاخد فلوس؟ المكملات دي بفلوس؟ الجيم اللي على حمام السباحه بدل ما اخلص تمريني اطلع اركب مواصلات تانية عشان اروح الجيم، اركب مواصلات تانية عشان اروح اكل، وبعدين اركب مواصلات تانية عشان اروح التمرين بتاع السباحه. كل دي امكانيات. الامكانيات دي الدوله مش هتقدر تنفذها كلها. بس لو في داعمين لهذا الالعاب الفرديه هيبقى في نتائج. الداعمين هيتشجعوا لما يشوفوا نتائج كمان. ما هو مش معقول هعمل نتائج. انت حضرتك كراجل معلن بتروح تعلن عن منتجك صحيح. او عن السيرفيس بتاعتك في كيان ناجح او مع ناس ناجحين. ما هنا بقى إيه؟ دور الدوله انها اكتشف من ناشئين من سن 13 14 وابتدي احط الفوكس على دول. الفوكس على دول تمرين، الفوكس على ده تغذيه، الفوكس ده على لايف كوتش، الفوكس على ده جيم وسباحه وكل حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا لازم يبقى في اعداد مدربين اقوى من كده. احنا ليه ما نعملش زي الكوره نطلع معايشه سنه مع مدرب زي كليب ده اللي بيدرب كليب ده اللي هو خليفه مايكل فيليبس. يقعد معاه سنه ياخد خبره وياخد دورات هناك ونرجع. وهكذا. يبقى انا هيرجع لي عندي طقم مدربين يدوا دورات هنا للناس او نطلع ناس تانية تدي تاخد دورات زي المعايشه وكده. هيطلع لنا مدربين كويسين جدا هنقدر نطلع بيهم. طيب لو اتكلمنا عن النموذج اللي حقق الذهبيه في 400 متر حره اللي هو التونسي احمد حفناوي واللي كلنا كعرب اكيد كنا فخورين بيه طبعا. ولكن لو حضرتك تكلمنا عنه هو بقى، طيب ماذا تلقى من دعم من اهتمام من كل الحاجات اللي احنا بنتكلم احنا عايزينها للعيبه والابطال بتوعنا؟ خلينا نعرف تجربته. انا مش هقدر اقول بس هو نفسه قال ان انا كان هو اولا سبق اللي مسافر بيه اصلا كان 800 حر مش 400. بس هو ما شاء الله في 400 هو طلع اول. بس هو كلامه هو انا هتكلم من كلامه. هو قال ان انا كان امنيتي في السبق ده ان انا اخش فاينل الفاينل من 8 وهو كان داخل حاره 8. ان حاره 8 دي تطلع الاول دي كانت معجزه. يعني في الاولمبياد كلها بتبقى في سباقات ال 50 متر ناس كتير علقت ثلاث مرات حصلت في تاريخ الاولمبياد سباق 50 متر 100 متر بكتير وكان مش 400. هو نفسه قال انا فوجئت ان انا ماشي في الاول بعد ال 200 متر الاولانيه. موعدت نفسي على كده وربنا وفقني وبقيتش مصدق. يعني هو يعني طبعا كلنا فخورين بالنتائج ما بنقولش حاجه عليه بس هو نفسه ما كانش رايح مؤهل ان هو ينافس على ذهب. هو ما كانش مؤهل اصلا. طموحه
انه يخش فاينل، ده كلامه مش كلامي. هو بالمناسبه ليه دايما حاره 8 بتكون مطار اندهاش لما حد بيبقى علشان ده بيبقى اوحش رقم في الفاينل؟ هو مش المفروض ان كل الحارات متساويه في لا حاره 4 بعدين 5 مش دي بتدي ميزه اضافيه للي بيسبح في حاله 4 او 5؟ هم دول اقوى في الارقام. لا انا مش قصدي على انجازات الناس، لا في السيمي فاينل اللي اتعمل عشان يتصعد للفاينل هو الارقام بتاعت حاره 4 اقوى من حاره 8 يعني المفروض يطلع حاره 4 و5 و3 دول الثلاثه الاوائل. اوكي دول متاهلين هم الثلاثه. فحاره 8 دي، فعشان كده حتى مايكل فيليبس علق قال لك ان هو ده حاجه خرافيه. هو بالمناسبه كان في كلام يعني اتكتب كده، بس انا شخصيا مش مالي ايدي قوي من حجم مصداقيته او حجم دقته. هو في مشكله ما متعلقه بفيليبس نتج عنها ان في احتمال يجردوه من ال 22 ميداليه اولمبيه اللي هو، ولا ده كلام فارغ اللي اتقال؟ كلام سوشيال ميديا. كلام سوشيال ميديا بالظبط كده. طيب انا عايز اقول لكم بقى كلام موثوق دلوقتي خبر برضو يعني عاجل، حسام حسام اسحاق طبعا تاهله المصري، مهاب اسحاق تاهله لمنافسات نصف نهائي غطس متحرك، فنتمنى يا رب كده التوفيق ليه. حلو برضو اخبار كويسه ايه عماله تجيلنا. طيب عايز اروح مع حضرتك لنقطه مهمه جدا، هو ليه احنا كابطال عرب بنبقى رايحين مش مصدقين ان احنا ممكن نفوز بذهبيه، او ما عندناش هذه الروح القتاليه او الروح البطوليه؟ يعني حضرتك بتقول ان احمد حفناوي بيتكلم ان هو كان نفسه بس يتاهل، ده كلامه لانه يعني طب هي ليه الروح دي موجوده؟ لا هي مش حكايه الروح دي موجوده، هو كل سباح نفسه يرفع علم بلده. انا بتكلم على اي رياضه، لكن هي القصه كلها ان هو محسن 5 ثواني على الرقم اللي عمله اللي مهله اصلا. يعني هو عمل انجاز جوه السبق. اوكي ده لازم احنا نشيد بيه، هو حسن 5 ثواني فهو عمل انجاز، ده حاجه مش سهله يعني. طبعا. فهو عشان كده هو بيقول لك انا ما كنتش مصدق، بس هل هيجي في الاولمبياد الجايه هيبقى محضر نفسه لده؟ احنا بقى هنبقى مجهزين نفسنا للاولمبياد الجايه باريس 2024 في ضوء مشاهدتك للاولمبياد طوكيو؟ انا عندنا لعيبه والله العظيم كويسه. يعني في اللاعب علي خلف الله، ده سوء توفيق يعني. علي خلف الله لو طبعا انا كنت بحكي حكايه الكورونا والكلام ده كله، علي خلف الله جاب رقم بتاعه اللي هو 21 98 كان هيبقى سيمي فاينل، ما كناش هنقول كده، كنا هنقول ان هو زي مروان القماش. في بقى لعيب تاني اللي هو عبد الرحمن هريدي، مشهور بهريدي، ده بطل برونزيه اولمبياد الشباب في الارجنتين اللي فاتت، وتاني بحر ابيض، وهو بطل افريقيا وربنا يوفقه، ده برده من الاجيال اللي طالعه من النادي الاهلي برده. على كل حال احنا اللي بنأمله ان شاء الله يا رب اولمبياد 2024 باريس، احنا نتمنى ان احنا من دلوقتي نبتدي نشتغل لما ابطالنا كلهم يرجعوا على هذه الاولمبياد. احنا مش فكره بس الرقم الكبير اللي هيكون بيمثلنا، احنا عايزين يكون في اختلاف كبير جدا زي ما حضرتك ذكرت، ما ينقصنا يكون متوفر، وفي نفس الوقت يكون في استعدادات وتجهيزات من بدري جدا علشان ما نضمنش ممكن كمان سنتين يحصل ايه، يعني ممكن يجي لنا بدل كوفيد 19 مش عارفه بقى يعني لا قدر الله اي حاجه تتحور. صحيح لا قدر الله اي شيء يحصل، فاحنا نبدا من دلوقتي علشان ما يحصلش اي حاجه احنا ما تسعدناش بعد كده. ونورتنا حقيقي كابتن سامح، عشان بس الوقت بيجري. شكرا لحضرتك جدا، شكرا جدا، نورتنا وشكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا. وهنستاذنكم هنطلع فاصل ونرجع نبتدي معاكم الجزء الاخير واخر فقره حواريه من حلقتنا النهارده في 10 الصبح في الاهلي. اتفضل.